تحياتي لحضراتكم جميعا والقصة وما فيها الممارسة الرياضة. انا لو عندي سكر همارس الرياضة ازاي؟ ولو عندي ضغط همارس الرياضة ازاي؟ في حاجة اسمها الايروبيك والاناروبيك. ايروبيك اللي هو هيقدر ياخد نفس، وطول ما هو بياخد نفس وبيتنفس وبيتكلم ده اسمه الايروبيك. اول ما ابدا انهج ومش قادر اخد نفس ده الاناروبيك. الايروبيك مفيش فيه مشكله اقدر امارسه فتره طويله اللي هو المشي. الاناروبيك الجري هو ده المشكله بالنسبه للمريض اللي عنده سكر وضغط. وبرده مش معنى كده، انا لو مسيطر على السكر والضغط وماشي كويس ما عنديش مشكله خالص، بس المشكله ان ده بيعرف الجسم الاناروبيك اللي هو تحس بقى انك بتنهج ومش قادر تتكلم كلمتين، بيعرف الجسم ان هو في عدو وفي مقاومه وفي حاجات زي كده، فبيبدا الكورتيزون والادرينالين والهرمونات تعلى، ولما تعلى الهرمونات دي تزود لنا السكر وتعمل لنا مشكله. عشان كده ده اسمه ايه؟ ده اسمه الاناروبيك. اول ما تبدا تعلى وتلاقي نفسك بتنهج وما انتش قادر تتكلم ومش قادر، هو ده اسمه الاناروبيك. التاني اللي هو بياخد نفس مشي مفيش مشكله خالص، تقدر تمشي فتره طويله جدا مفيش عندنا مشكله. التاني ما تقدرش نص ساعه ربع ساعه مش هتقدر، المطلوب منك ايه؟ مشي تمام، شيل الحاجات الحديد الصغيره اللي هي الدمبلز، وفي نفس الوقت زي ما قلنا الاكسرسايز اللي هو ايه؟ الاناروبيك. لان المشكله في مقاومه الانسولين المشكله الرئيسيه فيها الكبد. الرياضه العنيفه بتحسن لنا فعلا العضلات ومقاومه الانسولين في العضلات، لكن ما بتحسنش في الكبد. فاحنا بنحسن مفيش مشكله خالص، بس نمارسها بالطريقه اللي هي الايروبيك اكسرسايز. يعني انت لو رايح جيم وماشي على السير ماشي كده بالراحه ده اسمه ايروبيك. طول ما انت بتقدر تتكلم، يعني انا لو بكلمك وانت ماشي مفيش مشكله خالص، اول ما تبدا تلاقي نفسك مش قادر تقول جمله مفيده لانك بتنهج وعمال كده، هو ده المشكله، ان ده الهرمونات اللي بتطلع زياده. طيب نعرفها ازاي تاني؟ النبض. لو انا نبضي زاد عن ال 100 110 120 ده بقى اناروبيك، بقى مش هنستفيد منه كمرضى سكر ولا ضغط، هيبقى اسمه ايه؟ اناروبيك. يبقى انت كده في المرحله دي اسمها اناروبيك. يبقى انت الرياضه بتاعتك عرفنا بيه مش قادر تكمل جمله ده اناروبيك، ده اللي احنا مش عايزينه. الايروبيك هو ده اللي انا عايزه. لو الجمله ابتديت، لو النبض ابتديته يعلى فوق ال 140 150 هي دي المشكله بقى، النبض بتاعك عالي يبقى المشكله دلوقتي ومش قادر تقول جمله مفيده، ده بقيت اناروبيك وتحولت من ايروبيك لاناروبيك. اللي هو الايروبيك اللي هو الجو الاكسجين بيدخل عندي، لكن التاني ما فيش، فبيبقى رياضه عنيفه. فبيقول لك ايه؟ بين تو جين، يعني الناس تبذل مجهود جامد جدا علشان ايه؟ يستفيد اكتر بممارسه الرياضه. فهمنا القصه؟ الناس اللي مش فاهمه الموضوع، هو احنا مش بنقول ممارسه الرياضه مفيده لاي انسان، السليم والضغط والسكر وكل الناس، لكن احنا بنقول نعملها ازاي لمريض السكر. وبرده الناس اللي مش فاهمه برده احنا بنقول لو احنا السكر عالي نظبطه الاول. هيقول لي ازاي؟ ان انا اخد علاجي، يعني ما اروحش اجري وانا سكري 250 300، ما اروحش اجري وضغطي 200 على 120. لا، ما ده غلط، ما انت كده بتعمل لود، بتعمل ضغط على جسمك اكتر. فهمنا يا جماعه القصه ايه؟ الموضوع بسيط خالص خالص خالص، نقدر نمشي بالطريقه اللي احنا قلنا عليها، خلاص انت كده ما عندكش اي مشكله تاني. اشكركم وتحياتي ليكم، واشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات القادمه، ويا رب كلكم تكونوا بخير. شكرا ليكم.